اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. العيد فرحه، واهلا اهلا بالعيد، باللمه، بالحبايب، بصله الرحم، بنعيد على حبايبنا، على قرايبنا، على جيراننا، ده مطلوب. ولكن برضو هنتغدى ايه؟ ده مطلوب. حاول سواء نعزم او نتعزم في ايام العيد اكيد برضو بنضايف. النهارده المطبخ بتاعي فيه شويه بساطه كده، عايز اعمل طبقه فته. امبارح حضرناها رنجه وسمك كان معانا بكاتا، والنهارده عايز اعمل شويه فته حلوين كده، لان برضو العيد، في العيد الصغير فته، في العيد الكبير فته، الفته مطلوبه. فاعمل الفته النهارده بطريقه مختلفه، هيشارك معاها الحمص الشام، فته اللحم بالحمص الشام، هشوف نعملها ازاي تبقى لطيفه وجميله، وهتاخد الرز وهتاخد اللحمه وتاخد الحمص وحاجات لطيفه. معايا الاطفال الحلوين هيعترضوا على الفته، يا مامي يا حبيبه قلبي كل سنه وانت طيبه، انا ماليش في الفته. هتاكليني ايه؟ هاكلك مكرونه بالوايت صوص والخضار يا حبيبي. معانا مكرونه بينا مع وايت صوص كريمه، لبان لطيف، زبده، هتاخد كوسه وتاخد جزر وتاخد فليفله ملونه، بما ان الاطفال بيحبوا الالوان ويحبوا الحاجات اللطيفه. معانا سلطه خس النهارده بعين الجمل وخل التفاح عشان ينزل الدهون والكوليسترول اللي احنا شفناه في رمضان. فخلي التفاح والخس والورقيات كل ده مطلوب، علشان السلطات مطلوبة بعد العيد مباشرة، نركز معاها شوية. فاعمل سلطة الخس بخلي التفاح مع عين الجمل، هيكون طعمها مميز. البتنجان بقى حبيب القلب وصديق القلب، هنعمله النهاردة نوع من أنواع المقبلات، لطيف وجميل، يفتح الشهية علشان ناكل الفتة، لأن دي كحك العيد شوية برضو إيه الصبح مع الشاي، فبيقفل معانا شوية. فعايزين طبق مخللات كده، طبق طرش لطيف. أنا عامل البتنجان النهاردة بطعم تاني وشكل تاني. مش عايز أطول حضراتكم، لسه شاربين القهوة، بسكوت العيد والشاي بالحليب والحاجات المصرية الجميلة الحلوة في الصعيد المصري والريف المصري، اللي بوجه له تحية كبيرة وفرصة عظيمة من ببر قناة الأولى هنا والفضائية المصرية. بنحيي كل حبايبنا في الصعيد والريف المصري وكل الدول الإسلامية والعربية. كل عام وحضراتكم بخير. نطلع فاصل، اوعى تروحوا بيه. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نشوف السكينة والمستحد مش لعبة أي حد، ولكن في العيد مطلوب شوية فتة، كبد نعملها برضو، كبد اسكندراني، كلاوي، الحاجات الحلوة بتاعت العيد دي. ده طبيعي، كحك العيد موجود، فسيخ، رنجة، سمك، لازم طبق الفتة، يا أما أول أيام العيد يا تاني يوم العيد يا تالت يوم العيد. أنا هعمل لحضراتكم النهاردة الفتة بشكل تاني وطعم تاني، هنشوف نعملها مع بعض إزاي. معانا مقاديرها على الشاشة أستاذة رحاب، لحم كندوز او ضاني اللي موجود الحمد لله، ومعانا رز مصري مسلوق مسبقا سلقينه جاهز معانا، ومعانا خبز متحمص جاهز. حلو الكلام. الحاجات اللي بقول عليها جاهزه دي يعني معلش علشان نكسب وقت البرنامج وما نضيعوش في حاجات احنا عارفينها وفاهمينها وحافظينها كويس. العيش اتجاب وتحمص في الفرن يا اما بتقلي في الزيت زي ما انت عايزه، والرز المصري مسلوق معانا جاهز. يبقى هنعمل اللحمه النهارده وهشوف نسويها ازاي بسرعه وما تشدش معاكي، وايه اضيف الحمص اللي هو البروتين النباتي، مصدر غني جدا لشويه لحمه، ويبقى طبق الفته بتاعي مميز في العائله الكريمه. تعالوا مع بعض نعمل الفته. هناخد بصلتين حلوين كده، انا بحب البصل دايما مع الفته، تبقى البصله متقطعه اربعه بالشكل ده كده. حلو. مع طماطميه حلوه برضو بنفس الطريقه اهو. اللحمه لما تيجي تسلقها يا اختي لازم تغسليها كويس طبعا، لو انت جايباها من عند الجزار. بعد ما بتغسليها كويس تغسليها بميه ساقعه، اللحوم ما تتغسلش بميه سخنه، تتغسل بميه ساقعه، والحله كده على النار سخنه وجاهزه. للامانه بحط معلقه زيت صغيره. عايز اسوي اللحمه دي بسرعه، اقوم اعمل ايه يا عم الشيف؟ اعمل لها صدمه ناريه كده من غير اي توابل، زي ما هي بقطعيه الجزار ببركه ايده اهو، زي ما هي كده اهو، ولا تيجي جنبها ولا تحط لها بهارات ولا اي حاجه، زي ما هي معلقه زيت والصدمه دي
تتفرج على حته لحمه تبقى زي الملبس. هو دي اهو، هتستوي معاكي في نص ساعه باذن الله تعالى. اهو حلو ريحه اللحمه والله طلعت. اقول لك على سر خطير ما تقوليش لحد غير اللي بيتابعوا القناه الاولى. عايز تعرف حته اللحمه دي ضاني ولا كندوز، حته لحمه حلوه ولا مش حلوه، بنفس الطريقه اللي بشتغل بيها دي من غير توابل يا اختي، معلقه زيت وقطعي اللحمه وحطها في قلب الزيت كده، هتطلع لك ايه اسرار اللحمه بقى، اصولها جذورها، بتنتمي لعائله اللحوم مثلا الخرفان البقري الجاموسي وهكذا. اهو اهو، وانا من غير اي توابل خالص على طبيعتها اهو، ونقلبها كده وانت بتقلبيها بقى اعرفيها ضاني كندوز اهو، واحنا مع بعض اهو من غير توابل اهو. شفت اللحمه لونها اتغير ازاي؟ ونار شديده من فضلك، نار شديده علشان الميه بتاعت اللحمه ما تنزلش في قلب الطاسه. انا بعمل عمليه احتباس للسوائل اللي جوه اللحمه، بعمل عمليه احتباس للشوربه بتاعت اللحمه اهو واشوحها كده على النار لغايه لما ايه لونها يتغير شويه. بدات اشم البخار اللي طالع من اللحمه. هنا بقى لو في افتكاسه، لحمه متخزنه مش كويس، ريحتها مش لطيفه، فيها زفاره، هتعرفيها على طول مباشره. اهو لحمه ايه، نقلب كده زي الفل تمام. نبدا نحط البهارات بعد ما تبقى كلها لون واحد، اصبري عليها شويه. اهو نحط البهارات بعد كلها بتبقى لون واحد. بهاراتها ايه؟ ملح وفلفل، شويه حبان حلوين، ورق لورا وباشي، قرفه ماشي، قرنفل ماشي. الشوربه لازم نهتم بيها هنا، لان هي الشوربه اساس الفته. شوربه ضعيفه تبقى فته ضعيفه، شوربه شخصيتها قليله تبقى الفته شخصيتها قليله، وهكذا. ادي الطماطم، حلو الكلام. انا عود روزماري حلو كده لطيف، عود زعتر لطيف، فليفر مطلوب يا اخوانا اهو زي الفل. البهارات بتاعتنا فلفل اسود وشويه بابريكا، مش هنزل بالملح خالص دلوقتي، انتظري بالملح قليلا لغايه لما اللحمه تقرب تستوي تبداي تملحيها. حلو قوي. السؤال هنا بقى يجاوبني عليه المخرج الشاطر، احط ميه سخنه ولا ميه من الحنفيه على اللحمه وهي في الحاله دي؟ حد يقول لي بقى للامانه، يعني ممكن تعمل مشكله كبيره. خلي بالك يعني ايه المشكله يا عم الشيف؟ يعني في الحاله دي كده تيجي ايه فاتح الحنفيه واخد ميه ساعه حاططها، دي مصيبه تبوظ الصنعه. ما شاء الله حافظ يا فاروق، ما شاء الله عليك. اكلت فته في العيد؟ اكيد كعك العيد الصبح وبسكوت العيد زي احنا كلنا كده، الصبح لازم نطلع المصريه اللي جوانا، كوبايه الشاي باللبن والبسكويت من صغرنا واحنا متربيين على كده. بسم الله، وهي كده كده الحاجه بتجيب الكحك الصبح، احلى صباح بايديها. شفت اللحمه مع البصله مع الطماطم مع العود الفليفر من الروزماري، ميه بتغلي على النار. اوبا، اللهم صل على النبي. بس خلاص شوربه زي الفل كده. اللحمه ايه، وش اللحمه خلص، سيبها بقى تستوي على ما يكون الرز استوى. طب انا مش ممكن اعمل الرز المصري بتاع الفته بشوربه اللحمه؟ ممكن، بس انا ما انصحكيش. ليه يا شيف؟ انا عايز الرز له طعم والعيش له طعم واللحمه لها طعم، يبقوا الثلاثه مع بعض كده في طبق الفته مختلفين في الطعم. حلو الكلام، نقلبها كده. ما انا قاصد بحطش ملح يا غالي، لازم يعني تديني فتوى. الملح مش هحطه دلوقتي خالص، الملح لما اللحمه تقرب تستوي، لان الملح بيعرقل عمليه التسويه للحوم والدواجن دي اولا. ثانيا لما انت بتسوي اللحمه والفراخ على النار وحاطط الملح المظبوط، الميه بتنقص، تيجي تزود ميه تزود ملح، مش هيظبط الطعم معاك. فانت اللحمه خلاص قربت تستوي، تيجي ظابط الملح بتاعك، عايزه شويه فلفل اسود ماشي. انا بحب دايما الفلفل الاسود المجروش مع اللحم وهو بيستوي بيبقى لطيف زي ده كده مثلا. وننتقل الان للمكرونه بالوايت صوص للاطفال الحلوين المعترضين.
على الفتة. مش عايزين فتة يا مامي، عايز مكرونة. هنعمل لك مكرونة بالوايت صوص مع الخضار، مقاديرها على الشاشة. معانا مكرونة بنة لسه ما اتسلقتش، ومعانا حليب وكريمة لباني، ومعانا شوية كوسة، شوية فلفلة ملونة. أنا عايز أحط معاها فلفلة وخضار وشوية زعتر حلوين، فصين توم. أسلق المكرونة أولا بمية وملح وزيت، ده الطبيعي أهو، مية وملح وزيت، والمية تغلى على النار يا عم الشيف. حذاري تحطي مكرونة في مية باردة. إيه اللي هيحصل يا أبو غازي؟ هي لحمة ولا فراخ؟ مش هتستوي، لا، المكرونة هتعجن منك وتتكسر منك ويبقى شكلها وحش، لأن المكرونة مش رز. يمكن الرز لو حطيت عليه مية باردة ومية من الحنفية وبتسلقيه روحه طويلة شوية، إنما المكرونة بالذات لو بتسلقيها في مية باردة وحطيت ملح وزيت زي ما الشيف قال، المكرونة البنة بالذات على المية ما تسخن هتلاقي المكرونة دي اتكسرت وعجنت معاك، مع إنك أنت ما بقالهاش 5 دقايق على النار. فالطبيعي لما تيجي تسلقيها لازم تسلقيها في ميه بتغلى على النار مع شويه زيت وشويه ملح. حلو الكلام؟ تبقى اللحمه على النار، مكرونه للامانه علشان انا صادق معاكم لازم الميه تغلى على النار، وننزل بالمكرونه. وتعالوا مع بعض واحنا شغالين كده نعمل طبق السلطه بتاعنا او طبق المقبلات اللي هو البتنجان. مقاديره على الشاشه. سلطه البتنجان بالفلفل هنعملها ازاي مع بعض؟ عايز اعمل طبق سلطه حلو يبقى لطيف. مقاديره على الشاشة، بتنجان متقطع مكعبات ومتحمر، معاه فلفل، معاه معلقة فلفلة حلوة، معاه حبيتين من عين الجمل، دي مش مكتوبة في المقادير يا أستاذ رحاب معلش، بس أنا بره النص يعني، حبيتين عين جمل كده هفركهم بإيدي وأحطهم مع البتنجان هياخدوه في حتة تانية، ومعانا دبس الرمان، ومعانا شوية عصير ليمون وزيت زيتون، وطبق حلو نغرف فيه سلطة البتنجان اللي هتتكلم عن نفسها، حلو الكلام؟ حلو الكلام، آه. اللهم صل على النبي. الطبق ده حلو كده، دايما طبق السلطه ده يا امي يا اختي يا ست الكل يا عروسه هو بمثابه رساله حب لاهلك لزوجك لاولادك، وفي نفس الوقت يعني فرصه انك انت لما تعملي طبق السلطه بيبقى فيه طلب حلو على الاكل. هيقول لك ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ اقول له يا حبيبتي تستاهل، ده انت ابو العيال، ربنا يخليك لينا. وبعدها تتولى البرنجه اللي انت عايزاها، تيجي طالبة السجادة اللي انت عايزاها، تيجي طالبة الطلب الحلو اللي انت عايزاه، وهكذا. خاص نحطه هنا كده زي ما بنشتغل في التبولة، ده الطبيعي. هو الراجل لما يجي على الأكل ويلاقي طبق سلطة محطوط باهتمام والخضرة نظيفة ومغسولة وجاهزة، هو عايز ايه؟ طبق السلطة عنوان نظافة ست البيت في المطبخ. بجد يا شيف؟ اه والله العظيم. شوف حاجة بسيطة، هي مش مكلفة، بس دي حاجة بتترجم حاجات كتيرة بقى. غسيلك للخضار، اهتمامك برص الخضار زي ما انا شفت بهتم ازاي اهوت، وخدت قلب الخصاية، اه شفت الحلاوة دي موضوع، وقلب الخصاية دي تحطها له كده على الوش، ويا سلام لما تيجي شايلها بايدك كده الحلوة، خد يا حبيبي انت قلب الخصاية واخد قلبي من زمان. خلص الكلام، خد اللي انت عايزاه منه، خلي بالك. ادي البتنجان، حلو. صدقوني دايما بقول المطبخ سفير السعاده، المطبخ مفاتيح السعاده، المطبخ وسيله ترفيهيه جميله تخلق جو حلو في البيت. اللي هو ايه؟ عندك حماتك وفي قعده من القعدات قالت والله كنت اكل من ايد ماما، اللي هي مامه حماتك يعني، كنت احب اكل من ايديها مثلا الزلابية مثلا، او اكل من ايديها البان كيك، وتفاجئيها ايه رايك يا حماتي البان كيك ده بيفكرك بايه؟ هتقول لك يا بنتي والله انت عيدتني للزمن الجميل، وهكذا. ويبدا الكلام الحلو يتقال، هو ده الكلام. اهو الفلفل ده كده، ناخد الحتتين الحلوين دول نحطهم هنا كده، بنرسم احنا ورانا حاجه. اه ده فلفل وبتنجان، تعالوا نعمل الايه؟ الصلصه بتاعتها. واللحمه بتستوي على النار، بنضيع وقت. المخرج بقى يقول لي الوقت مش هيكفي، ما خصكش انا، اللحمه بتستوي على النار والرز على النار ومعلقه الفلفله الحلوه دي كده اللي هتغمر البتنجان بالطعم الحلو، فص الثوم المحترم، عينيه اهو زي الفل،
معلقتين دبس الرمان. انا هنزل بالصلصة دي واجري. حلو الكلام اهو. عصرة ليمون زي الفل. تتبيلة بتاعت السلطة الحلوة دي كده اهو. انزل يا ليمون. حلو. زيت زيتون. ده عصير الليمون مع البتنجان. ما اقولكش توازن الحموضة مع الأكسدة والحديد اللي موجود في البتنجان. ما تلعبش في ملعبك غير ملعبك يا فاروق. حلو الكلام اهو. عصير ليمون، زيت زيتون. حلو الكلام. كل دول مع بعض. على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ تلعب انت في حاره سد معايا على البتنجان. هو ده الكلام. نعم. سؤال لطيف. قال لي ما حطيتش ملح. ما هو البتنجان ده عشان احمره انا حطيت عليه شويه ملح عشان ينزل الميه بتاعته، فطبيعي البتنجان هنا في نسبه ملوحه، فينفعش احط ملح على الدرسنج بتاع السلطه. هكتفي بدبس الرمان وعصير الليمون، واخد الصلصه دي كده احطها. يا ويلي شويه البتنجان دول، هنسيب الفته ونركز معاهم. هو ده. شفتوا بقى النهارده بتلاقوا تاني ايام العيد كده، تاني ايام العيد الواحد عايز طبق المقبلات الحلو اهو اهو. شفتوا ازاي اهو؟ هو ده اهو. طبق تعيدي بيه على حبايبك وقرايبك. وكمان الشطاره لما تيجي تغلفيه وتتوجيه بعين الجمل. خلوني بقى اعيش مع عين الجمل وصوت عين الجمل اللي بيوجع لي قلبي من سعره ده كده وقع البتنجان. خلونا نطلع فاصل صغير، وكل عام وحضراتكم بخير، والعيد فرحه، العيد لمه، العيد اكله حلوه تجمعنا كلنا على سفره واحده. تروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وعايز اعمل كمان طبق سلطه تاني على السفره. الورقيات زي الخس، زي الجرجير، زي السبانخ مطلوبه جدا، وخاصه بعد 30 يوم رمضان اكلنا المحمر والمشمر والعزايم، واكيد يا اما نسبه دهون زياده شويه، يا كوليسترول زياده شويه. محدش يقول لي ان هو ما افرطش في موضوع الاكل. طبيعي رمضان يعني لما قاعده، مش هنقول عاملين دايت بقى وعاملين الجيم والجو ده، فانا هكسر بالطبق السلطه دايما في الايام اللي جايه ان شاء الله. امبارح كان رنجه وفسيخ وكان سمك فيليه، فكان الاكل هيلسي. النهارده عامل طبق فته وجنبيه طبقين سلطه. البتنجان لطيف وجميل. هنعمل سلطه الخس بخل التفاح. مقاديرها على الشاشه. خس كابوتشا. حلو. جبتش حاجه جديده. او خس بلدي. وخل التفاح. وامسك الخس بايديا كده، اكسره كده من غير سكينه. زي ما هو كده اهو. السكينة مش هتخش بينا هنا. حلو الكلام. خس الكابوتشا ما يعديش عليه سكينة إلا إذا لو هندخله في الفتوش، وبصراحة لو دخلناه في الفتوش طعمه مش حلو. الفتوش حلو بالخس البلدي. التبولة حلوة لما نزينها بالخس البلدي. والبلدي يوكل. شفت الخس أنا بشتغل أهم حاجة يتغسل كويس، خلي بالك. وليه قطعته يا شيف كبير كده؟ بيسأل المخرج دايما، بيسال السؤال اللي تايه عن بالي. لان انا احط عليه خل التفاح وعصير ليمون، وخل التفاح وعصير الليمون لما بتتعرض له الورايقات زي الخس والجرجير على طول بتنكمش وبتدبل، فانا بخلي الخصايه كبيره عشان تبقى روحها طويله. عرفت بقى؟ عشان لما اقول لك تفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد. هو ده. شفت بالشكل ده كده، ولا هجيبه عند السكينة. شفت الشوية اللي أنا مقطعهم دول؟ بمجرد ما ينزل عليهم الخل والليمون دلوقتي مش هيبانوا بالطبق. وأنصح كل أم بتعمل طبق سلطة خس ورقيات جرجير، يفضل تحط الصلصة قبل التقديم مباشرة. خلص الكلام زي الفل. تمام، هنشيل دي من هنا. حلو الكلام. وتعالوا نتبل السلطة اللطيفة دي كده بسرعة مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي. يا غالي ما الفته خلصت. ما هي اللحمه على النار بتستوي، اعمل فيها ايه؟ انت قلبك ضعيف ليه؟ خلاص انا هنشيل اللحمه احمرها واخد الشوربه اسقسق العيش والرز، والرز مسلوق والحمص مسلوق، فدي الفته اللي باقيه. المكرونه معاك حق والله، انت ابن حلال. الميه بتغلى على النار، ننزل بالمكرونه في الميه والزيت. قلبه عليا بيقول لي الوقت يكفي يا شيف. وطبعا انت بتقعد في البيت يوم بالكامل عشان تاكل طبق فته، ما بتصدقش ان الشيف يعمل الفته في 30 دقيقه طايم مشفي. المكرونه خلاص اهي زي الفل. تمام، تسلق المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتسلي يا مكرونه وخد راحتك خالص عشان عايز شويه شوربه منك. الشوربه بتاعتك هعمل بيها الوايت صوص. هي المكرونه لها شوربه؟ طبعا المكرونه احلى شوربه تعمل منها الوايت صوص، تعمل منها البشاميل، الحاجات الجميله دي. خلي بالك ده مهم جدا. بشاميليات ميه مكرونه، وايت صوص ميه مكرونه. شويه ميه مغليين كمان. انا عامل سيرفيس كبير لان ابني عازم صحابه النهارده، بنوت الحلوه الجميله بونبونيه العيله عازمه بناتها الحلوين النهارده، فده مطلوب. والاولاد مش هيبصوا على الفته بقى وبصوا على البتنجان، يمكن سلطه الخس يبصوا لها، يهمهم المكرونه بالوايت صوص. تعالوا نكمل السلطه بتاعتنا. ادي البوله، وادي فص ثوم ني. ايه حكايه الثوم في السلطه يا شيف؟ ده مهم جدا على فكره. الثوم من الدرنيات زي البصل زي الجنزبيل، بيحرق الكوليسترول اللي موجود في الجسم، ده مهم جدا. وكلنا عندنا الكوليسترول بنسب، كوليسترول يعني دهون. يبقى باقي عمال حطيت انا ثوم وحطيت بقدونس وحطيت فلفل اسود، احط خل التفاح؟ حاضر عينيا. ده خل التفاح اكسر منه، احط شويه زيت زيتون. الضيوف خلاص على وصول، جوزك على وصول، تحط التتبيله دي على السلطه، ده مطلوب منك. ما تحطهاش وتسيبيها وتركنيها. طب حد هيتاخر من العيله، تتبيله على القد اللي موجود وخلي الصلصه على جنب بمجرد ما يوصلوا نتبلها، ده الطبيعي. نقلب السلطه دي كده، الصلصه دي اهو. خلي التفاح، بقدونس عشان يكسر المزازه بتاعت خلي التفاح او الحموضه بتاعته، مع عصير الليمون مع زيت الزيتون. الله على الصلصه دي. هناخد الصلصه دي كده بالمعلقه ونسقسق الخس. وانا كده عملت طبقين سلطه لطاف. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الجو ده كده؟ يا ويلي هو ده. حاضر عينيا ومش هزعلك، عايز عين جمل على الخس. كلتها فين السلطه دي؟ طب ما انت يا عم ابو تروح مطاعم فرنسيه وبتاع. قال لي مره رحت حد عزمنا على المطعم الفرنسي، قدموا لي سلطه فيها عين جمل وفيها دجاج وفيها افوكاتو. دي سلطه ما اقولكش بقى، دي السلطه دي تدفع فيها كل تحويشه عمرك، خلي بالك. مطعم مشهور مش هقولك اسمه. حلو. هناخد عين الجمل. انت عايزني اقول اسمه عشان ادفع دم قلبي؟ عايز تخلص مني. ادي عين الجمل. شفت الحلاوه؟ عين جمل يعني ايه؟ اوميجا 3. عين جمل يعني بروتين امن، بخاصه المكسرات يا اخوانا اللي هي مش متحمصه. ما تاخدليش بقى مكسرات متحمصه والواحد ياكل 2 كيلو 3 كيلو يا عم ملاح ويقول لك انا لسه بسبن. خلي بالك ده مهم جدا. يقول لك انا عامل رجيم وتلاقي قاعد على كيلو لب. حلو الكلام. دي السلطه بتاعتنا. تعال بقى نخش في التقيل، طبق الفته الحلو ده عشان العيد. كل عام وحضراتكم بخير. العيد يعني طبق فته. حلو. عايز اعمل النهارده طشه الفته على ذوقي، بس خلونا الاول ايه نعمل الطشه. نار شديده على النار، ومعانا طاسه. الطاسه دي فاحط فيها حاجتين، معلقه سمنه وزبده. زبده في الطشه يا شيف؟ جربي. يعني مش السمنه لوحدها، لانك انت هتحط الطشه دي على العيش، والزبده مع العيش بتدي طعم تاني. معروف البيكري حبيبه الزبده. حلو الكلام. بس خلاص ادي السمنه على النار، نشيل ده من هنا
معانا شويه كزبره ناشفه، معانا طماطميه مبشوره حلوه، هستخدم خل التفاح في الفته. يلا اخبار الرز ايه؟ تمام زي الفل. تسلم ايدك يا ام شهد، مساعدين بتاعي تعبوا معايا في رمضان، بوجه لهم الشكر والتحيه. عم الست ام شهد والاستاذ مؤمن اهو. الرز المصري ده اتسلق زي الفل، بخليه على جنب. وادي السمنه، باخد التوم الجميل الحلو ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. زود التوم يا شيف، زود التوم علشان الدهون. دي الطشه، الله اهي، وهي بتاخد اللون ده كده. ننزل بشويه كزبره، خلي بالك تحميره التومه يتوقف عليها طعم الطشه، اذا اتحرقت منك التومه انا مش مسؤول. ايوه لازم الشهادي، خلي بالك اقول لك على تركيه دلوقتي عشان مشاكل القولون. ايه يا عم الشيف، كلنا لما نيجي ناكل فته بعد ما ناكلها نحس اللقمه واقفه على زورنا مش عايزه تنزل. اقول لك ليه؟ الخل، خدوا المعلومات دي واقتبسوها من ضمن الكلام اللي بقوله عشان تطلعي معلومه غير معلومه. بتعملي طبق فته حلو، لما تحطي خل على التومه سيبيه شويه حتى تتطهر الغازات اللي بتعمل مشاكل حرقان وحموضه على الجهاز الهضمي والقولون. بتسيبيه طويل، تشم ريحه الخل وهي طالعه من الطاسه، اول ما تبدا الريحه دي تختفي تبقى انت خدت الماده بتاعت الخل والريحه بتاعته انت استغنيت عنها. دي مهمه جدا على فكره. هننزل بالتومه بالخل اهو، بس استنى شويه على التومه لما تاخد لون. وراناش حاجه. ازود كزبره ناشفه؟ حاضر يا فندم. ونقلب خليها تاخد لون كده بطيء خالص، مش نار شديده. يوم اكل ايه؟ توم ما فيهوش ريحه كمان، دي فلفله حلوه وشويه فلفل اسود عشان لما تيجي على اللحمه عيني عيني زي الفل. ونقلب يا عم الشيف. الله على الريحه. اشيل دي من هنا عشان تجيب الفته الحلوه؟ انا عارف انك عايز ترسمها. حبيبي انا قاريك وفاهم خبره. نقلب كده. شفتي؟ خدت التومه لود مع البهارات ملح وفلفل. اروق البوتاجاز لمخرجنا علشان الصوره تطلع حلوه. بدخل ايدي جوه النار عشان خاطرك، قول لي عايز ايه تاني. نقلب كده. ننزل بخل التفاح ونسيبه على النار شويه، دي الشطاره. بس خلاص، واسيبه ياخد غلوه على ما نشوف ايه اللي ورانا. حلو الكلام. معانا طماطمايه مبشوره، هننزل بقى بعدين ونجيب السرفيس بتاع الفته نحضره ونجهزه. عايز اعمل فته النهارده تبقى هي عروسه السفره، واحنا شغالين مع بعض كده ببساطه وسهوله. ادي طبق الفته، خلي بالك مهم الطبق يكون كبير عشان يجمع العيله واصحاب العيله واللمه زي ده كده. حلو. ننزل بالعيش المتحمص. الله حلو. شفت الطبق؟ بقى كلنا هناكل منه بألف هنا وشفا. حلو قوي. واللحمه اخبارها ايه؟ ما اقولكش. الرز المصري ناخده كمان، خليه على جنب كده. الفته كذا حاجه يعني مشتقاتها كتير، رز، شوربه، صلصه، طشه. شوية الرز المصري يكونوا مفلفلين وحلوين كده بالشكل ده كده. الله اكبر اهو. اعمل تركايه حلوه بقى لطيفه هتدعي لي. تقومي تعملي بقى التركايه دي كده. شفت اعمل ايه؟ احطهم على الرز كده. دي حاجات بقى ايه لها لمساتها. واقلب الرز. هو ده. شفت الرز على طول اتغير ازاي؟ اتفلفل ازاي؟ خد طعم اللحمه اهو زي الفل. ناخد الشوربه بتاعتنا الحلوه. نسقسق العيش. اخده معايا كده هناك، ايه رايك؟ بس انا مش عايز اتعبكم معايا اهو. سقسقه. انا من الناس اللي بيحب صوت العيش في طبق الفته،
يعني طبعا الفته اه العيش بينزل عليه شوربه وكل حاجه، بس بحب صوت العيش مع وانا باكل، بقاش العيش طري قوي، خلي بالك. اه ونروق الطبق بتاعنا عشان هننزل بالرز، النظافه مطلوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شويه فته بقى، الرز واخد طعم اللحمه الضاني وريحه الخل. سامعين الصوت ده؟ اسكت شويه عشان نسمع الصوت. حاضر حاضر عينيا. لا انا الفته انزل بالطشه بعدين بقى ولا ايه؟ قول لي انا معاك. اه اخلص الفته يا فندم ولا اكملها بعد الفاصل؟ يقول لي الفته لسه فيها شغل. طيب حاضر. اللحمه ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده؟ نبدا نشيل ده من هنا. شوف الشيف هيعمل ايه بقى، شوف التركيه بتاعت الشيف. اه بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بناخد الطماطمه دي، بص على الطشه دي كده بالله عليك، عايزك تبص عليها، ده يهمني. اه مفيش ريحه خل. سابع صوت قلبي بيوجعني، قلبي بيوجعني من صوت الخل مع التومه مع السمنه. ايه الطعم ده؟ ايه الجمال ده؟ اه الله اكبر. بعدين مفيش ريحه خل خالص، وكعبين زبده. يا ويلي يا ويلي، هنا الموضوع مختلف. طماطميه، الله، هتاكل شويه فته حكايه. ونقلب دول كده، ريحه التومه مع الخل بقى مفيش. الزبده. نقوم نعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد شويه من دول، ركزي بقى في الحته الحلوه دي، ونضربهم في قلب اللحمه. يا ويلي عليك يا شيف، لما بتطلع بتركاه هو ده الموضوع يختلف هنا بقى. اه حلو الكلام. ناخد اللحم ده كده، شفت بقى موضوع اللحمه هنا طعمها اتغير، شكلها اتغير، كل حاجه لما بقول تفاصيل صغيره والمعنى كبير مش من فراغ. ناخد اللحم ده كده، الله، بالبصل بتاعه من فضلك، انا عاشق للبصل وهو سليم في قلب الملوخيه، عاشق للبصل وهو سليم في قلب شوربة الفتة، عاشق للبصل وهو سليم في قلب طاجن البامية باللحمة الضاني. طبعا انتوا بتسمعوني دلوقتي بتقولوا ايوه والله يا شيف، اللي قاعد بيشوفني دلوقتي حالي من حالكم، انا بعشق البصل وهو سليم الكويزات ده كده مع طبق الفتة. شوية الشوربة دول حلوين، حطهم في كوباية كده واديهم لجوزك وولادك، ربنا يخليهم لك. وناخد الطشه الحلوه دي كده، يلا نوزعها على الفته. اللهم صل على النبي. شفت الحلاوه؟ هو ده الكلام. لسه ما خلصتش، اديني 1 مينت. طشه اهي، طعم الرز، طعم الفته، التركايه الاخيره بقى الجديد بقى اهو، معايا حمص مسلوق. الله عليك يا عم الشيف، الله عليك، لما تبقى رايق وفطران كحك وبسكويت. ناخد الايه يا عم الشيف؟ ناخد الحمص بعد ما خلطناه بالخلطه بتاعت الطشه. شفتوا بقى الشوا؟ هو دي. نعم اه ممكن، ممكن تاخد كوبايه من دول حلوين قوي، تبقى جنب الفته، زود شوربه عليهم ويبقى جنب الفته، حاجات لطيفه كده. حمص، ما ينفعش تاخد الحمص من الحله وتحطيه كده على طول. اه زي ما انا عملت، اخلطيه بالطشه بتاعته. خلوني اعيش مع طبق الفته اللي انا عملته، وما زال الجرنش مستمر والتقديم مستمر مع الحمص والتركايه. وهناخد بعدها نطلع فاصل صغير، لان معايا طبق مهم جدا ومركز فيه قوي عشان الاطفال الحلوين، والعيد عيد اطفال وعيد فرحه وعيد لمه وعيد صحاب الاولاد، وجايين من نادي رايحين من نادي. ماما عامله لهم النهارده مكرونه بالوايت صوص مع الكريمه والخضار من ايد الشيف المغازي، بهديها لكم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا المكرونه اللي بعمله دلوقتي يعني بضيف له اضافات. ايه الهدف من ورا الاضافات دي؟ مكرونه بالوايت صوص، خدت شويه شوربه من شوربه اللحمه بتاعه الفته، خليتهم على جنب عند ميه المكرونه، كمان هعمل بيها الوايت صوص. فاصبحت المكرونه بتجمع من كل الاحبه اللي موجوده. الاولاد ما كانوش من الفته، يبقى انا اكلتهم بروتين حيواني بطريقه غير مباشره، سواء من شوربه اللحمه او من الكريمه اللباني اللي انا حاططها في قلب المكرونه، زائد طبعا الخضروات الجميله، فلفل الملونه مع البصل الملون. مقاديرها على الشاشه يا استاذ رحاب بعد اذنك. بصل متقطع جوليان يعني شرايح، ومعانا فلفل اخضر رومي احمر بالشكل ده كده، وشويه كوسه اذا عندك، ممكن تستخدمي بتنجان لو حابه، معانا كمان سبانخ لو انت حابه مفيش مشكله. زي الفل، علشان تعمليها لاولادك النهارده، الاولاد بيحبوا الحاجات الخفيفه السهله في الاجازه بالذات اهو، ما عندوش وقت بقى يقعد ياكل الفته والمحشي والحاجات دي كلها. طبيعي مش هنعمل محشي في اجازه العيد، لان احنا عملنا محشي كتير في رمضان. هناخد ظهر الكوسه كده، لب الكوسه مش هستخدمه، شفت ازاي اهو كده اهو الحركه دي اهي اهو. ليه يا عم الشيف؟ دي عمرها طويل شويه مع المكرونه، لو انا حطيت لب الكوسه او قلب الكوسه هيخليها طريه. طب ده يترمي يعني يا شيف؟ لا، اوعي في حياتك ترمي حاجه، ازعل منك. خلي بالك، ده ممكن اللي معانا ده مخرجنا الجميل حبيب هارتي يتبشر بالمبشره مع بطين مع شويه بقدونس، وعملت طبق اومليت فرنساوي له كلام تاني وطعم تاني. كوسه، قلب الكوسه، بلاش مع طماط مع بيض، ممكن تعملها مع رز، يبقى رز بلب الكوسه او ببطنيه الكوسه، ده مطلوب على فكره، ودي حاجه لطيفه ممكن تعملها سلطه. هناخد الخضار ده زي ما هو كده يا عم الشيف في قلب الطاسه دي كده، بنحط فيها شويه زيت. حلو؟ مع الزيت ده مكعب زبده. عايز اعمل شويه مكرونه بمزاج. وادي الزبده. الزبده لوحدها ما بتدينيش اللي انا عايزه. بحط عليها شويه زعتر كده. يا ويلي يا ويلي، هو ده الكلام. فص الثوم الحلو ده كده، شفت الجو ده كده، ونقلب دول كلهم مع بعض، ده مطلوب. الله اكبر، هو ده، شفت الريحه بقى؟ هي دي اهي، زعتر زبده تومه. ناخد كل ده مع بعضه ينزل في قلبها كده، هو ده. شفت طبعا المكرونه ده كده لف مطاعم الدنيا كلها. دي مكرونه بالوايت صوص والخضار. حلو، بس تقطيعه الخضار دي مهمه جدا. روزماري الله، وده كمان والله بكلف الثلاثه تعريفه، بس التفاصيل بتاعتها تكلف كتير علميا وفنيا وطهويا. نشيل كل ده، ملوش عوزة عندنا، خلصنا خلاص. تعالوا مع بعض نشوف هنكمل ازاي. بنقلب كل ده مع بعض. الله، شفت الحلاوة؟ شفت الجمال؟ هو ده. أهم حاجة التومة والزبدة والزعتر اللي أنا حطيتهم في البداية خالص. لازم الخضار ينزل على الأساس ده، زبدة توم زعتر، زبدة توم زعتر. وتحط يا أمي معلقة زيت صغيرة عشان الزبدة ما تتحرقش. ركزي في اللي جاي بقى. حلو الكلام؟ توابلنا ملح وفلفل، اللهم صل على النبي. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ ايه الروقان ده؟ هو ده هو ده هو ده، كمان واحدة، هو ده هو ده، كمان واحدة، هو ده هو ده. دي مدرسة. شوية فلفل اسود، ونقلب كل ده مع بعضه. يا ويلي يا ويلي، انا ما شفتش الشغل ده قبل كده خالص. مولاي، هو ده الكلام. تدفع كام بقى يا غالي؟ لا، عايز طبق بسكويت. من لحماتك جايبهولك. احنا بص نعمل كحك في البيت، ما نعملش كحك في البيت، بنفرح لما امهاتنا وحماتنا وخالاتنا وعماتنا يجيبوا ايديهم الكحك كده في ايديهم، ويقول لك دوق عمايل ايديا وحياه عينيا يا ابني.
دي هي ده الموضوع. خلي بالك ممكن تلاقي كحك في اماكن كتيره بطعم مختلف، انما لما حد من القرايب والاهل والخلان والعمات والحموات والامهات ييجوا ويقول لك دوقي ده من ايديا وحيات عينيا، دي حاجه كبيره قوي. شوف بقى الحليب نازل هنا على المقادير دي كلها، مبسوط مبسوط. مدرسه يا مغازي، مدرسه مدرسه، حلو الكلام. نقلب دول كلهم مع بعض، لسه عندي كريمه لباني، هو ده مش تنزل دلوقتي، خلي بالك. نعم يا غالي. يا عم قلت لك ما تهزرش، بيقول لك دي مش يكلكع. يا عم انت لسه قالب بقى مطبخ ده؟ انا بص للديك كده يا باشا، مستحيل يا فندم مستحيل، لان الخضار هنا غني بالسوائل، فدي لما نزل على الخضار وهو في حاله افرازه للسوائل فك، فلما فك ونزل عليه الحليب وريني كده اي كلكعه، ربنا يكفيك شر الكلكعه. حلو الكلام. حلو. سيبها على النار تاخد غلوه، خلي بالك. تعالوا نشوف مع بعض المكرونه اخبارها ايه. جاهزه اهي. حلو، صفيتها انا كده بس خلاص، باخد شويه ميه منها وقال والله احتاجت ميه، ما زودش ميه من الحنفيه، ازود ميه المكرونه. دي لازم تغلى على النار عشان لما تغلى على النار تديني القوام، واوعى تنزلي بالكريمه اللباني غير لما تغلي، خلي بالك. بمجرد ما تغلي النار، معرفش ايه اللي بتفيك، بس حد يشوف الحاجه الحلوه دي وينتفق. يلا حلو، نقلب. التقليبه دي مهمه، خلي بالك. ملح قليل جدا. ليه ملح قليل يا عم الشيف؟ عشان احنا حاطين ملح في سلق المكرونه، ده مطلوب. نجهز طبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق حلو كده عشان الاولاد بألف انا وشفا. طبق الفته ده عايز شويه برزنتيشن كده. عندي عود روزماري حلو جميل، ده مطلوب اهو. ممكن نستخدم الفلفل الحار ده، يبقى حلو برضو، الناس بتحب الفلفل الحار اهو. دي حاجات كده تفاصيل عينيا. نعم. الف الطبق. حاضر. حاضر. من الاول نيجي من بدايه سلق اللحمه. تركايه سلق اللحمه، جبت اللحمه من عند الجزار، تغسليها انت حره، تقطعيها برضو وتصغريها برضو انت حره، ولكن طريقه المغازي تاخدي اللحمه بعد التقطيعه والغسيل زي الفل، وتسخني الطاسه او الحله اللي تسوي فيها اللحمه، وتحطي فيها معلقه زيت او معلقه سمنه حسب، يا زيت يا سمنه، مش زبده، زيت او سمنه بس مش زبده، وتمسكي اللحمه تحمريها كويس من غير اي حاجه، لا ملح ولا فلفل ولا ورق لورا ولا حبهان ولا اي اختراع من اختراع التوابل. حلو الكلام. فرصه تعرفي اللحمه، تحددي هويتها وتعرفيها اذا كانت حلوه ولا مش حلوه، تفاصيلها تعرفيها، تشم ريحتها الحلوه، بعدين تنزلي بالايه؟ تنزلي بالبصل والطماطم والبهارات بتاعتك والملح اخر حاجه. حلو الكلام. شفت القوام بتاع الوايت صوص؟ والخضار بيسبح فيه؟ شفت الحلاوه؟ انزل بالكريمه اللباني، هو ده. طبق المكرونه ده يتدرس. شفتي؟ فيها بروتين؟ فيها خضار؟ فيها فيتامين سي؟ عندك شويه سبانخ يبقى فيها حديد؟ زي ما انت عايزه. هناخد يا عم الشيف المكرونه اللطيفه الجميله المسلوقه، ننزل بيها على الايه؟ الشغل الجامد ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا حلوه. الله 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 الله، اهي. واحده واحده قلبي كده، وانت بتقلبي سمي بسم الله. الله. بصي هيسيبوا الفته والله ويجوا على المكرونه دي، يجروا جري. شفتي؟ جيب الخضار بقى فوق، جيب الوايت صوص، جيب الكريمه اللباني، رشه الفلفل الاسود دي بعد ما اغرفها عليها. نعم. انت وجيبك، عايز تحط جبنه حط، بس انا مش عايز جبنه صراحه، عايز استمتع بالخضار. مش كل حاجه جبنه موزاريلا، ما شبعتش جبنه موزاريلا في رمضان ولا قريش ولا عكاوي، عجبنا كل حاجه بالجبن. انا مش حابب جبنه خالص في المكرونه دي على فكره. والله ليك شوق في جبنه، تبقى تستخدم جبنه رومي مبشوره، بارميزان. حسب الاختيار. هناخد المكرونه زي ما هي كده. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب.
بس شوفها بتبكبك كده، بص عليها كده، بص عليها بدأت تظهر علاماتها. هو ده ياخدها كده اهي. الله الله، اللهم صل على النبي. اه تقول لي فته، فته ايه يا راجل يا طيب؟ اللهم صل على النبي. طبق مكرونه الجيران والحبايب والقرايب والصحاب كله يجي عليه. اه الف هنا وشفا. شوف التركايه دي بقى. آه. الله، مع الوايت صوص حكايه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عملنا فته النهارده تاني يوم العيد، عملنا طبق مقبلات بتنجان بطعم تاني وشكل تاني، عملنا طبق سلطه خس بعين الجمل لطيف وجميل، عملنا طبق مكرونه بالوايت صوص. ده هديه مني لكل الاطفال الحلوين اللي بيتابعوني وبيشوفوني على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، واللي كانوا متواصلين معانا من خلال الاتصال على التليفون وكمان متابعتهم على السوشيال ميديا. المكرونه بالوايت صوص فيها عناصر كتيره تقدري تخلقيها جواها، من تركيبه الخضار اللي موجوده والكريمه اللباني، مشاركه اللحمه او شوربه اللحمه في قلبيها او شوربه الفراخ زي ما انت عايزه. كل عام وحضراتكم بخير، والعيد فرحه، العيد لمه، العيد اكله حلوه، العيد الصحاب تتلم كلها وصله الرحم والقرايب. وسيبك من الواتساب ده والتليفون اللي جنبك ده واحدث التليفونات والصيحات، روحي خبطي الباب. كل سنه وانت طيبه يا ماما، بوس ايديها ورجليها. كل سنه وانت طيبه يا حماتي، بوس ايديها ورجليها. كل سنه وانت طيب يا اخويا، بوس ايديه ورجله. كل عام وحضراتكم بخير.